الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. تستقبل مديرية أوقاف القليوبية اليوم الجمعة الموافق 25/9/2020 الدفعة 14 من لحوم صفوف الأضاحي. هذه الدفعة مقدارها 4 أطنان، سيتم توزيعها بمشيئة الله عز وجل على 10 إدارات فرعية، ولذلك يصل إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف القليوبية حتى الآن 45 طن. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العمل في ميزان القائمين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحة، وبعد، فبفضل الله وبحمده وصلت إلى مديرية أوقاف البحيرة اليوم الجمعة الموافق 25/6/2020 سيارة لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين. وقد شرفنا اليوم بحضور معالي فضيلة الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف والذي أشرف على هذه اللحوم وقام بتوزيع بعضها على المستحقين مع السيد اللواء أركان حرب هشام أمنة محافظ البحيرة ومعالي مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام. هذا وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الجمعة 25/9/2020 تسلمت مديرية أوقاف الغربية عدد 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي، والله أسأل أن يوفق القائمين على هذا المشروع إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تم بحمد الله تعالى اليوم الجمعة الموافق 25/9/2020 وصول الرسالة 11 من لحوم الأضاحي وقدرها 4 طن، وذلك لتوزيعها على الإدارات، لتقوم كل إدارة بتوزيعها على الفقراء والأسر الأكثر احتياجا، ليصبح إجمالي ما تم إرساله إلى مديرية أوقاف المنوفية حتى الآن 35 طن